مرحبا وأهلا بكم في الحلقة 44 من أساطير بودكاست في موسمه الثالث أساطير حرب طروادة. أنا عادل. الحلقة الماضية الحلقة رقم 43 نشرتها قبل بدء الحرب في غزة، وعندما بدأت الحرب لم أكن أشعر أنه كان من اللائق أن أستمر بنشر الحلقات أو أي شيء حتى على إنستغرام، فتوقفت متوقعا من الحرب أن لا تطول. وها نحن اليوم تقريبا 7 أشهر من بداية الحرب، ولا زالت الحرب مستمرة وأكثر قساوة من قبل. في البداية كما ذكرت لم أشعر أنه كان من اللائق أن أتابع حلقات البودكاست، ولكن بعد فترة قصيرة فقدت الدافع لكي أكمل حلقات البودكاست. علما لا أعلم إن كنت قد ذكرت قبل ذلك، ولكن حلقات البودكاست لهذا الموسم تقريبا كلها جاهزة، ففي أغلب الأوقات يجب علي فقط أن أسجل الحلقة وأقوم بأعمال الإنتاج وثم نشر الحلقة. ولكن بدأت الحرب، لم أكن قادرا نفسيا على المتابعة، فالأخبار كانت قاتمة بشكل مرعب وما زالت. ثم انشغلت بعدة أشياء مع أصدقائي ومع عائلتي، بعضها كان مخططا له منذ أشهر قبل حدوثه، وعلى ذلك لم يكن من مشاركتي في هذه الأحداث من مفر. منها كان حفل زفاف أحد الأصدقاء في إثيوبيا، وكانت رحلة جميلة جدا، فالأثيوبيون كرماء ومضيافين وحفلات زفافهم رائعة. حضرت حفل الزفاف الذي حضرت كان لأشخاص من مدينة هرر. الزفاف كان في أديس أبابا العاصمة، ولكن الأشخاص هم أصلهم من مدينة هرر، فالعادات المتبعة في هذا الحفل كانت كلها عادات هررية. فكانت هذه الرحلة ما عدا حضور حفل زفاف إحدى الصديقات، ولكنه كان بالنسبة لي حدثا ثقافيا أتعرف به على عادات هذا الشعب. كانت الرحلة الثانية للمكسيك مع الأصدقاء، وفي المكسيك كنت أرى يوما بعد يوم أمثلة التعاطف مع الشعب الفلسطيني وحقه في العيش على أرضه بسلام. هذا الوقت بعيدا عن البودكاست أيضا قرأت عدة كتب، بعضها له علاقة في البودكاست وبعضها الآخر ليس له علاقة. صراحة أنا أخبركم هذه الأمور لسببان. السبب الأول هو أنه جاءني تعليق على سبوتيفاي. إذا كنتم تستمعون على سبوتيفاي ناو ونزلتم لأسفل الشاشة ستجدون مكانا بإمكانكم به التعليق على الحلقة أو إجابة على سؤال أو أي شيء. ولكن جاءني سؤال هو طالبا مني أن أخبر المستمعين عن نفسي، ولكن لا أعلم ما الذي يجب علي أن أتحدث به، فسأخبركم عن ما أقوم به إلا إن جاءني سؤال محدد. والسبب الثاني هو أني استمعت لعدة حلقات من البودكاست خلال فترة الانقطاع، لاحظت أني أفتقد إلى العفوية أحيانا عند إلقاء الحلقات، فأنا كما قلت هذه الحلقات في كل الأجزاء فيها الكثير من التفاصيل والحلقات طويلة لا يمكنني أن أخبرها من الذاكرة، فأنا أكتب جميع الحلقات على دفاتري ومن ثم ألقيها عليكم في هذا البودكاست. ولكن بحكم أني ألقيها في اللغة العربية الفصحى، وأنا لا أتحدث الفصحى في يومي العادي وأحيانا لا أتحدث العربية، فمن الصعب أشعر أحيانا أن أكون إنسانا عفويا أو تلقائيا عندما ألقي عليكم هذه الحلقات. وعادة ما أقوم بحذف أي مقاطع عند التلعثم أو عند الصمت لتفكير بالكلمة إن كنت أرتجل أي مقطع في البودكاست، لكن أظن من الآن فصاعدا سأترك هذه المقاطع الغير مبالغ فيها، لأن أحيانا الانتظار يكون طويل لكي تخطر على بالي الكلمة الصحيحة، أو أحيانا أتوقف لكي أبحث عن الكلمة الصحيحة، وعلى ذلك سأقوم بحذف هذه المقاطع. ولكن أريد
للبودكاست أن يكون أكثر عفوية، أريده أن يكون شبيها لي على درجة أكبر، وعلى ذلك سأحاول أن أرتجل أكثر في الحلقات القادمة، وسأتحدث إليكم من غير نص في بعض المواقف، ليس كل شيء. دعوني أخبركم ماذا قرأت في هذه الفترة. بعضها قرأت بعض الكتب. تعلمون شيئا ما فكرت في هذا قبل قليل، وهو أني أريد أن أشارككم الكتب التي أقرأها لكي أحفز نفسي على القراءة. فأحيانا أبدأ الكتاب وتأخذني أيام وأشهر لكي أنهي كتابا واحدا، وأحيانا أبدأ الكتاب وأنهيه بسرعة فائقة. خلال فترة الغياب قرأت، أنا أستخدم Goodreads لكي أتابع الكتب التي أقرأها، والآن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 قرأت 9 كتب، 3 منها كانوا قصيرين جدا، فمن الممكن أن نقول أني قرأت 6 أو 7 كتب. الكتب التي لها علاقة بالأساطير كانت Till We Have Faces، حتى نمتلك الوجوه، للكاتب C.S. Lewis. والكتاب الآخر الذي هو قصير جدا، هو خطاب على الأكثر من أنه كتاب له علاقة أيضا بالأساطير، Women and Power A Manifesto للكاتبة ماري بيرد. قرأت كتب أخرى، ظننت قرأت كتاب يدعى The Secret History، التاريخ السري، لدونا تارت. كنت متوقع جدا أن يكون له علاقة بالأساطير، وهو فقط أول 5 أسطر من الكتاب لها علاقة بالأساطير، أما باقي الكتاب فهو قصة عن مجموعة أصدقاء في الجامعة. قرأت The Alchemist، الخيميائي، لباولو كوهيلهو، لا أعلم إن كنت نطقت هذا الاسم بشكل صحيح، ولكن لم يعجبني الكتاب أبدا. فكان الكتاب يتحدث عن العرب وكأنهم شخص واحد بدون تنوع عند اختلاف البلدان، بمعنى أنه صور الشخص المغربي كالشخص المصري كالشخص الجزائري، وعلى ذلك كان برأيي كان هنالك أخطاء كثيرة بطريقة تصوير الشخصيات العربية في الكتاب، فلم يعجبني أبدا. قرأت كتب أخرى ليس لها علاقة بالأساطير، ولكن بعض الأصدقاء نصحوني بها. My Year of Rest and Relaxation لأوتيسا مشفيغا. لا أعلم كيف ينطق اسمها الأخير، اسم العائلة، ولكن هو عن سيدة في نيويورك تريد أن تنام لمدة سنة كاملة. عجبني الكتاب قليلا، ليس كثيرا، لكن النهاية كانت هادئة جدا، علما أن الكتاب أحداثه كانت صاخبة بعض الشيء. ثم قرأت You Too Can Have A Body Like Mine، وأنت أيضا بإمكانك الحصول على جسد كجسدي، لألكساندرا كليمان. أعجبتني طريقة سرد الكتاب أكثر من الأحداث نفسها، فثلاثة نجوم. أما الآن أقرأ A Little Life، قليلا من الحياة، للكاتبة هانيا ياناغيهارا، وهو كتاب حزين جدا. لا أعلم إن كان لدي متسع من الوقت لكي أنهيه، ولكن سأخبركم في حلقة الأسبوع القادم إن كنت أتممت أي شيء منه. أظن أنا الآن في الجزء الثاني من الكتاب. خلال فترة غياب البودكاست زاد عدد مستمعين البودكاست بشكل لم أكن أتوقعه صراحة، فمرحبا بكل المستمعين الجدد. أتمنى أن تكون فترة إجازة البودكاست قد أعطتكم وقتا كافيا لكي تستمعوا لكل الحلقات التي فاتت، وأتمنى أن يكون الجميع جاهز لعودة البودكاست في الحلقة 44. لنبدأ.
في الحلقة الماضية بدأنا بالحديث عن هذه الحرب الطاحنة، حرب طروادة، وتحدثنا عن السنين التسع الأولى. الأصح هو أن أقول أننا تحدثنا عن أولى لحظات الحرب والسنة التاسعة. أظن أن السنين الثمانية الأولى كانت فقط للقتال، فلم أجد أي مصادر تتحدث عنها بشكل كافي. الإلياادة ما زالت طويلة، فنحن بدأنا للتو بها، وبهذا نعرف أن أحداث الحرب ما زالت عديدة. سأذكر في بداية كل حلقة من هذا الموسم أنه سيريالي، وإن كانت هذه الحلقة الأولى التي تستمعون بها للبودكاست، أنصحكم بالبدء بالحلقة 41 والاستماع بالتسلسل. إن كان هنالك أي شيء تريدون أن تعرفوا بالتحديد عن هذه الحرب، أو إن أردتم مني أن أغطي أي حدث بالتحديد، فعليكم بمراسلتي على تويتر أو إنستغرام. أظن أنه يتوجب علي أن أقول إكس بدلا من تويتر أو إنستغرام. اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان، ASATEERPOD. أهلا بكم في الحلقة 44 من أساطير بودكاست أساطير حرب طروادة. عنوان حلقة اليوم هو جيوش وقبائل. الآن جميع أفراد العائلة الأولمبية في خصام غير معلن. زوس أرسل الوعد الكاذب لأجاميمنون ليساعد الطرواديين لصالح أكيليز. هيرا وأثينا في خصام مع أفروديتي من أجل التفاحة الذهبية. أبولو لا يزال غاضبا من الإغريق لخطفهم ابنة الكاهن، علما أنهم أعادوها لأبيها. أفروديتي بقيت وفية لباريس بعد أن أعطاها التفاحة، فهي تراقب عن كثب ومستعدة للتدخل في أي لحظة لكي تحميه. في نهاية الحلقة السابقة تحدثت عن خطاب أوديسيوس الذي شجع به الجنود وأعطاهم الحماس، وذكرهم أنهم يحاربون صفا إلى صف بجانب أحد أعظم المحاربين الإغريق، هو نفسه أوديسيوس. في ذلك الخطاب ذكرهم بالنبوءة التي حلت عليهم في بداية الحرب، النبوءة التي قالت أن الحرب ستدوم لمدة 10 أعوام، وأن الانتصار سيحل عليهم في عامهم العاشر. لا أعلم لما كانوا يتزمتون من طول الحرب، فمن الواضح أنهم كانوا يعلمون كم ستطول. بعد أن جلس أوديسيوس قام نستور الحكيم. إلى الآن نستور أبدى صرامة واتزان في وجه الصعاب. قام نستور ليتحدث للحشود. يقول هومر أن أثينا ساعدت أوديسيوس وضخمت صوته لكي يصل إلى جميع الجنود، لكنه لم يذكر ذات الشيء لنستور. استخدم نستور نبرة حادة مع الجنود فقال: يا للعار يا أيها الجنود، بدلا من المواجهة كالرجال أراكم تتراجعون كالأطفال. أين هي العهود التي قطعت؟ لقد أضعنا الوقت بما فيه الكفاية في الجدال، لنتوقف عن هذا على الفور. زوس العظيم ساندنا وأعطانا البشارة عندما انطلقنا في حربنا. أجاممنون، التفت إلى أجاممنون، أنت قائدنا العظيم، فقدنا نحو النصر. يا أيها الجنود، إياكم والرحيل عن هذه الأرض حتى أن تنالوا من شرف كل امرأة طروادية ردا منا على ما قام به أمير طروادة. طبعا العنف هو أداة من أدوات الحرب. ثم التفت نستور وأعطى أجاممنون نصائح خاصة بالحرب. أذكر هنا نهاية خطاب نستور حتى نلقي الضوء على طريقة تعامل الجيش الإغريقي مع الطرواديين. هم ليسوا هنا فقط لكي يسترجعوا هيلين، هم هنا للقتل والتدمير. عندما قال أن تنالوا من شرف كل امرأة طروادية كان يعني بعد أن تقتلوا زوجها. هذا الخطاب بعث الحماس في نفوس الجنود، والقائد أجاممنون كان شديد الإعجاب بنستور وأثنى عليه مرات عديدة عندما انتهى من كلامه. أمر أجاممنون الجنود بالتجهيز للحرب والراحة، ثم أمر بالأضاحي لتقام على شرف الآلهة. بعد أن ذبحوا الثور وقف أجاممنون أمامه وصلى لزوس وطلب منه المعونة والنصر ليتغلب على أعدائه. يقول هومر أن زوس تقبل الثور ولكنه لم يتقبل الصلوات، ثم شرح لنا بالتفصيل الممل طريقة تقديم الأضحية للآلهة. عاد نستور للكلام بعد أن انتهوا
بعد أن انتهوا من الأضاحي، عاد نستور للكلام وطلب من أجاممنون العجل في بدء الحرب من جديد. وطبعا سمع له أجاممنون ونادى على الجنود أن تجتمع، وما إن اجتمعت الأعداد الغفيرة إلا وظهرت أثينا المبجلة مرتدية حلة الحرب الخاصة بها، حلقت بين الجنود وبثت فيهم الحماس وأشعلت في قلوبهم نار الحرب من جديد، حتى إن سألتم الجنود أن يعودوا إلى منازلهم عندها لرفضوا وفضلوا البقاء والمواجهة. وهكذا تقدمت جيوش الإغريق نحو أسوار وجيش طروادة، وكالنار التي تلتهم الحقول لمعت دروعهم تحت أشعة الشمس. ذكرت ليف بيرت في برنامجها أن الترجمة التي تستخدم فيها وصف لأجاممنون هنا، والنص الذي ذكرته يقارن القائد بالآلهة، فرأسه كرأس زوس، وصدره كصدر بوسايدن، وساقاه كسيقان إيريز آلهة الحرب، ووصف أنه يظهر بين الجنود كثور عظيم بين الأبقار في الحقول. وطبعا الفضل يعود لزوس، فهو من وهب أجاممنون العظمة بالنسبة لهومر. الآن بدأ هومر بسرد جميع القبائل والعوائل والقادة الذين يحاربون إلى جانب الجيش الإغريقي، وفي هذا السرد وصف للبلاد التي أتت منها هذه الجيوش والأشياء المشهورة بها، وأحيانا ما يميزها، وأخيرا عدد السفن التي جاءت من تلك البلاد. تقريبا أغلب الكتاب الثاني من الإلياذة هو سرد لهذه الأسماء والأماكن. طبعا لم أذكرها في هذه الحلقة، ولكن سأذكر أن الباحثين والدارسين في مجال التاريخ والآثار حصلوا على أسماء مناطق وعوائل ومدن من العصر البرونزي في اليونان، وهذا أمر نادر بسبب هذا السرد. وفي هذا السرد أخبرنا هومر أيضا من هم أفضل الأحصنة ومن هم أفضل الرجال. فأفضل الأحصنة هم أفراس أدميتس، فهن سريعات كالطيور، وأبولو شخصيا هو المسؤول عنهم. أما أفضل الرجال فهو إيجاكس العظيم. تذكروا هنالك اثنان إيجاكس، إيجاكس العظيم وإيجاكس الصغير. ولكن هذا الترتيب ما هو إلا بسبب أن أخيل ما زال حزينا معتزلا في خيمته، ولو كان على أرض الحرب لكان هو الأفضل. ليس هذا وحسب، بل أحصنته ستكون الأفضل بين الجميع أيضا. الآن الإغريق وحشودهم يزحفون نحو طروادة، ما عدا أخيل، والميرميدائيون أو الميرميدونز ما زالوا مبتعدين. زوس في السماء أرسل آيريس آلهة قوس قزح والآلهة الرسولة لملك طروادة بريم. دخلت الآلهة إلى مجلس الملك على هيئة أحد أولاده الأمير باليتس، الذي كان مكلف بمراقبة تحركات العدو الإغريقي. اقتربت من الملك وهمست في أذنه: يا أيها العجوز، ما لي أراك جالس في استرخاء والعدو شارف أن يصل؟ في حياتي وكل معاركي لم أرى جيشا بهذا الحجم، إنهم بعدد حبات الرمل. ثم التفت على الأمير هكتور وأمرته أن يذهب ويبدأ بتحضير الجنود والفرق للقتال. هكتور علم أن أحد الآلهة المباركين كان يتحدث إليه على هيئة أخيه، وعلى الفور خرج من القاعة وبدأ بالعمل على التحضيرات. الآن بدأ هومر بسرد القبائل والعوائل والقادة الذين شاركوا في هذه الحرب على جانب الإغريق. سأذكر منهم أنيس فقط، ابن الآلهة أفروديتي، وهذا بالذات له أسطورة خاصة في المستقبل البعيد، لأنها تشبه أساطير طروادة وتشبه أيضا قليلا أسطورة أوديسيوس. فلا أعلم إن كان الموسم الثاني سيكون عن أوديسيوس أو سيكون موسم مختلف. أتعلمون إن كنتم تريدون أن تستمعوا لأي نوع محدد من الأساطير في الموسم القادم، كانت الخطة المبدئية أن أتحدث عن أوديسيوس ورحلة أوديسيوس، حتى كانت بدلا من حرب طروادة أردت التحدث عن أوديسيوس، ولكن لم يكن ذلك قرارا صائب، فقمت بإصلاح القرار والتحدث عن حرب طروادة كما نقوم الآن. فإذا كنتم لا تريدون أن أتحدث عن أوديسيوس في الموسم القادم، لأنها صراحة من الممكن أن
يكون هذا الكثير من الكلام عن الإغريق، أتركوا لي تعليقا أينما أردتم. بعد أن تجهزت القوات الطروادية، فتحت أسوار طروادة وخرج منها الجنود مدججين بالأسلحة، يتقدمهم باريس على عربته القتالية مليء بالحماس والشجاعة. وقف أمام جيشه ونادى على الإغريق وأن يرسلوا أقوى رجالهم لكي يواجهوه. من غير مانيليس ليلبي النداء؟ عندما سمع باريس ورآه خارج الأسوار، حمل سلاحه واتجه نحوه لينتقم منه. ولكن باريس الخواف عاد أدراجه على الفور عندما رأى مانيليس القوي يشق الهواء تجاهه، وعلى الفور تلقاه أخوه هكتور، ودبت في قلب هكتور نار الخيبة بأخيه، فأمسكه وقال: باريس يا أيها الخبيث، قوي في البحار، ضعيف أمام النساء وكذاب، يا ليتك لم تولد، أو يا ليتك مت أعزب، أفضل من أن تعيش بدون كرامة. سيسخر منا القوم لأننا أرسلناك لكي تحاربه باسمنا، يا غبي يا ضعيف. ألم تأخذ جنودنا معك لتخطف امرأة متزوجة وتجلب الحزن والأسى لبلادك وأبيك؟ والآن ألا يجب عليك أن تواجه مانيليس لكي ترى أي نوع من الرجال هو؟ ثم ذكره كيف أن الطرواديون هم طيبو القلب ومخلصين، ولولا ذلك لقتلوه منذ زمن بعيد، أي عند بداية الحرب. طبعا باريس الضعيف لم يعترض على ما قال هكتور، وتكفيرا عن ذنبه اقترح أن يواجه مانيليس وجها لوجه من أجل هيلين، والفائز سيحصل عليها وعلى أموالها، فهيلين ملكة. فرح هكتور بالعرض، وعلى الفور أخذه وخرج إلى أجاممنون. أجاممنون علم أن هكتور جاء للحديث وليس للقتال، فأمر جنوده أن يضعوا أسلحتهم جانبا. عندما سمعوا ما عند هكتور، التفت أجاممنون إلى مانيليس وسأله عن رأيه. مانيليس زوج هيلين وافق أن يواجه باريس لكي يحل السلام، ولكن على شرط أن يقسم ملك طروادة بريم على الانصياع لنتيجة النزاع، فهو لا يثق بأحد غيره، فالقسم أمام زوس لابد أن يصدق. أمر أجاممنون أن يذبح 3 أكباش بهذه المناسبة، أولهم للأرض، ثانيهم للسماء، وثالثهم لأجل زوس. في هذه الأثناء ركبت الآلهة آيريس قوس قزح إلى عند هيلين، ودخلت عليها على هيئة أخت الأمير باريس، وأخبرتها بما يجري الآن على أرض المعركة. تحمست هيلين وذهبت إلى أسوار المدينة لتشهد القتال بعينيها. إلى جانبها جاء الملك بريم ليشاهد القتال أيضا. يقول هومر كيف أن بعض ممن كانوا في الحضور تهامسوا فيما بينهم، كيف أن هيلين تستحق هذه الحرب، فهي جميلة للغاية، ولكنهم يفضلون أن تذهب مع قومها، فالبلاء الذي حل بمدينتهم كانت هي سببه. دعاها الملك أن تجلس بجانبه وأخبرها أنه لا يلومه على ما يجري، الآلهة هي من أحضرت الحرب إلى أبواب مدينتهم. وبات يسألها عن الرجال الإغريق، أشار إلى الرجل العظيم والكبير طويل القامة وسألها: من هذا؟ فأجابت أنه أجاممنون. أخبرته عنه، ولكن قبل أن تجاوب ذكرت أنها مشتاقة إلى ابنتها هرمايني. ثم سألها عن أوديسيوس وأيجاكس العظيم وأندروميتس، ثم تساءلت عن غياب إخوانها كاستور وبالاونيكس وحزنت في قلبها، ولكنها لم تكن تعلم أنهما قد ماتا طبعا. إلى الآن نحن لا نعلم إلى طرف من تلين هيلين، فهومر لم يظن أننا نحتاج أن نعلم. جاء أحد الحراس واصطحب الملك بريم إلى ساحة المعركة لكي يلقي القسم. على أرض المعركة قرأ أجاممنون القسم أمام الجميع، غسل الرجال أيديهم بالماء، وقطع أجاممنون بعضا من الصوف من على رأس أحد الأكباش، وصلى لزوس لكي يساعدهم في الحفاظ على القسم. في صلاته بجل زوس وقال: يا زوس الأعظم، لتتدحرج أدمغة الناقضين للعهد على هذه الأرض هم وأولادهم، كما النبيذ يسكب على الأرض، اجعل نساءهم عبيدا للغرباء.
ردا على دعاء أجاممنون، دعا الملك بريم لزوس قائلا: يا زوس العظيم، اجعل من بدأ هذه الحرب ميتا، وادخله منزل إله الموت هيديس، واجعل الآخرين ينعمون بالسلام محافظين على عهودهم. وأقر القسم أن الفائز في المعركة سيحظى بهيلين وكنوزها. إن فاز بحارس فسيحظى بهيلين وأموالها، وأما إن فاز منيليوس فسيحظى بهيلين وأموالها وتعويض من الطرواديين عن الخطأ الذي ارتكبه أميرهم. وإن لم يدفع الطرواديون التعويض فسيحاربهم الإغريق إلى أن يحصلوا عليه. ثم نزع أجاممنون خنجره من على خصره ومرره على عنقي الكبشان، وبهذا انتهى القسم. يعني تقريبا إن فاز باريس فستنتهي الحرب إلى الأبد، أما إن فاز منيليوس فأظن أن الحرب ستدوم، فلا أتوقع أن لطروادة الكثير من الأموال بعد 10 سنوات من الحصار لكي تدفع التعويض للإغريق. إلى هنا انتهت حلقة هذا الأسبوع من هذا الموسم. أتمنى أن تكونوا مستمتعين بهذه الحلقات. هذا الأسبوع استخدمت مصدرين جديدين لأن الكتاب الثاني من الإلياذة لم يكن متواجدا. أحدهم كان الإلياذة من ترجمة سليمان البستاني، مع أن سليمان أنتج عملا فنيا رائعا إلا أنه كان صعب القراءة، فسليمان ترجم الملحمة بأبيات شعرية عربية جميلة ولكن صعبة، أنصحكم بالاطلاع عليها من أجل التسلية. وترجمة داريني خسبة تختصر الكثير من المقاطع وتركز على الأحداث. في الأسبوع القادم سنعرف من فاز في مواجهة باريس ومنيليوس، فكونوا جاهزين. أتمنى أن تكون هذه القصص تقوم بإثراء مخيلتكم كما تثري مخيلتي، فتذكروا أن المخيلة هي أهم من المعرفة. كان معكم عادل في أساطير بودكاست.